صباح الخير على حضراتكم كل متابعي اليوم السابع. النهاردة ثاني أيام الامتحان المجمع للثانوي العام، أولى ثانوي وثانية ثانوي. طلاب الصف الأول الثانوي انتهوا الآن من امتحان مواد اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة والمنطق والرياضيات. الامتحان تضمن 35 سؤال في جميع المواد. الامتحان عقد في ورقة واحدة مجمعة. طبعا الأسئلة اختيار من متعدد في جميع المواد. الطلاب أكدوا سهولة الامتحان المجمع. الأسئلة من داخل منهج امتحان شهر إبريل، من داخل المنهج المقرر وفقا لتوزيعة المناهج. بأكد طبعا وزارة التربية والتعليم بتأكد أنه امتحان الشهر الجاري أبريل هو آخر امتحان لطلاب الصف الأول والصف الثاني وجميع صفوف النقل المراحل التعليمية المختلفة. طبعا المدارس التزمت طبعا بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا. طبعا في تنبيه على الطلاب ان كل طالب يقعد داخل اللجنة بالكمامة الخاصة به، ايضا تخصيص كل مقعد لكل طالب للجلوس عليه لتحقيق التباعد الاجتماعي. ايضا الطلاب اثناء الدخول صباح اليوم تم طبعا توقيع الكشف الحرارة على الطلاب. بعد الانتهاء الامتحان الطلبة طبعا خرجت من المدرسة، وطبعا بيتم التجهيز لزملائهم في الصف الثاني الثانوي للدخول بداية من الثانية عشرة ظهرا لأداء الامتحان في ثلاث مواد. أيضا طبعا المدارس الثانوي سلمت الطلاب ورقة أسئلة الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع. الطالب بيجاوب على أسئلة المادة الغير مضافة للمجموع بيسلمها تاني يوم للمدرسة، يجاوب عليها في البيت ويسلمها تاني يوم في للمدرسة أثناء الامتحان الثاني. غدا طبعا آخر يوم في الامتحان، امتحانات عموما لطلاب الثانوي العام وأيضا طلاب النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية. غدا آخر يوم اللي هو يوم الأربع 28 إبريل الجاري. طبعا المدارس الثانوي والإعدادي أيضا والابتدائي بتصحح الامتحانات المجمعة بشكل يومي بشكل مباشر فوري، بيتم تصحيح الامتحانات المجمعة وبيتم رصد الدرجات وفقا لآلية التصحيح المعتمدة من الإدارات التعليمية والمدارس. طبعا ظهور النتيجة بيتم فورا، بيتم أو هيتم طبعا إعلان النتائج مطلع الأسبوع المقبل عقب استلام جميع المواد أو أسئلة المواد الغير مضافة للمجموع من الطلاب. بيتم طبعا استلامها من المدارس وبيتم تصحيح الامتحانات المجمعة في المواد الأساسية وأيضا المواد غير المضافة للمجموع، بالتالي بعدها مباشرة يتم الإعلان عن نتائج. نتائج الامتحانات هتظهر على مواقع المدارس وعلى الإدارات وأيضا هتعلن في المدارس. أي طالب يرغب في معرفة نتيجته يقدر يذهب للمدرسة التابعة لها ويكشف عن نتيجة الامتحان. بالنسبة لنتائج الامتحانات يعني هتطلع بشكل مختلف. بالنسبة للطلاب صف الثانوي العام أولى وثانية ثانوي، مفروض أنه الامتحان ده هو امتحان شهر إبريل، هو آخر امتحان. النتائج هتطلع
بالنسبة لمتوسط طالب أو درجة الطالب في الامتحان ده فقط، الامتحان ده فقط. أما بالنسبة لباقي الصفوف النقل في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، المفروض إن هو تضاف امتحانات، نتائج امتحانات شهر إبريل ومارس بالترم الثاني على نتيجة الطالب في الفصل الدراسي الأول، وتظهر النتيجة النهائية للطالب. يعني الطالب في الثانوي العام هو له فرصة واحدة، هي نتيجته في الامتحان الحالي اللي هو شهر إبريل. لو أي طالب ما جابش 5.25% 25% في المادة أو 50% في الورقة الامتحانية بشكل عام، هيعقد له امتحان تكميلي في شهر مايو المقبل في المواد التي والورقة الامتحانية التي لم يحصل عليها على النسبة المقررة اللي هي 50% أو 25% في المادة الواحدة. امتحانات زي ما حضراتكم تابعين هي بتعقد ورقيا في المدارس، مفيش تابلت، وبالتالي طبعا الأسئلة تم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفقا للمناهج المقررة في الشهر إبريل الجاري. ده كان متابعتنا للامتحانات النقل في الثانوي العام لطلاب المدرسة السعدية الثانوية في الجيزة. إن شاء الله بإذن الله يعني بكرة هيكون آخر يوم في الامتحانات، وبعدها تبدأ أجازة نصف أجازة آخر العام. لن تعقد امتحانات في شهر مايو المقبل سواء للثانوي العام أو الطلاب في المرحلة الإعدادية ولو تاني إعدادي، أو الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، أيضا طلاب الصفوف الأولى من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي. المفروض المدارس هتقيم الطلاب كما أعلنت الوزارة، المفروض المدارس هتقيم الطلاب من خلال الاستمارات وفق نظام التقييم الجديد المعتمد في نظام التعليم الجديد. دي كانت أهم التفاصيل وأهم الخطوات اللي تمت بالنسبة للامتحانات للصفوف النقل. بشكر كل متابعي اليوم السابق.